الدنيا هذه ما قعد فيها لا ما. يا حسرة عليك يا الدنيا، شحال من واحد دار ثقة في الناس ومع الاخر لقى روحه وحده طايح في حفرة. هذا الوقت ما يجيك منهم غير تكسر الراس، عايشين معانا بزوج وجوه ولا اكثر، ويضحكولك الضحكة الصفرة. كاين شي ناس في حديثهم يركبولك الوسواس، وهدرتهم في داخلها نار تكويك الجمرة. كاين ناس بنيتك وطيبتك دير لهم تاج الراس، يخرجوا لك هم العرة. شحال من واحد جاز في حياتنا عطينا له سرنا ودرناه أعز إنسان، ومع الوقت بينات ليام ما يستاهلش. شحال من واحد قلنا عليه سند والكتاف وبالتالي خرج هو الغدار. شحال من واحد قاسمنا معاه الفرح وكي وصلت للقرح ما عاد شبان، وكاين وكاين الى اخره. دائما نطيحوا في نفس الغلطه، مع العلم نقولوا تعلمنا وما عادش تتحشالنا. تعرف علاه؟ لان انت قلبك ابيض وما تفرقش بين المليح والغدار والخاين وجماعتهم والمنافق هذوك، بس كنت ما تعرف لهمش، انت اصلا ما تعرفش تدير هكاك كيفهم. بكلمة حزينة يغيظك وتحاول تساعده وتفرحه، ما يغيظكش الحال، انت راك تمشي بنيتك والنية طيبة. لا ما كانش حاجة تعادلها، كل ما احسنت نيتك احسن الله حالك، كل ما تمنيت الخير لغيرك تلقاه في حياتك، كلما تمنيت الخير لغيرك أتاك الخير من حيث لا تحتسب. وعندما نعيش لنسعد الآخرين كما تدين تدان، فابعث عني العطاء لا للأخذ، فكلما أعطيت كلما أخذت دون أن تطلب. ما تخافش كلما أسعدت واحد يبعث لك ربي اللي يساعدك.